السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في هذا الشهر الكريم المبارك، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. المسلم دائما عينه على الآخرة، لأنه يعلم قول الله سبحانه وتعالى: وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي أن الحياة الحقيقية هي في الآخرة. ويحفظ معظمنا قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وما أعظم أن يتذكر المسلم دائما مصيره الذي سينتهي إليه، وألا تنسيه الحياة هذا الأمر حتى لا يكون من الخاسرين. ففي مسند البزار بسند حسن قال صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات، أكثروا ذكر هازم اللذات، فإنه ما ذكره أحد في سعة من العيش إلا ضيقها عليه، ولا ذكره في ضيق إلا وسعه عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثروا ذكر هازم اللذات، فإنه ما ذكره أحد في سعة من العيش إلا ضيقها عليه، ولا ذكره في ضيق إلا وسعه عليه. وكثرة تذكر الآخرة وكثرة تذكر القبر يجعل الإنسان يبتعد عن المعاصي ويجتهد في الطاعات، لأنه يعلم أنه سيبعث ويحاسب على ما قدمت يداه. يقول الله سبحانه وتعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثرون ذكر هذه المعاني فترق القلوب وتدمع العيون. يروي الإمام الحاكم في المستدرك بسند الحسن أن عثمان بن عفان كان إذا وقف على القبر بكى، وإذا ذكرت الجنة والنار لا يبكي. فقيل له: يا عثمان، تذكر الجنة والنار فلا تبكي؟ فإذا وقفت على القبر تبكي؟ قال عثمان: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه صاحبه فما بعده أشد منه. القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه كان ما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه صاحبه كان ما بعده أشد منه. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن زيد بن ثابت: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حائط، يعني بستان لبني النجار، على بغلة له ونحن معه، إذ جاءت به، أي البغلة، فكادت تلقيه، وإذا أكبر ستة أو خمسة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يعرف أصحاب هذه الأكبر؟ قال رجل: أنا. قال: فمتى ماتوا؟ قال: في الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. إن هذه الأمة، يقصد أمته صلى الله عليه وآله وسلم، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع منه. ثم أقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. إذن أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علمنا الآن المصير الذي سينتهي إليه الإنسان، وعلمنا أن هذا المصير لن يفر منه أحد، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في نفس الوقت يقول سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد، أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وأن عز المؤمن استغناه عن الناس. ولكن المؤمن في اللحظات الأخيرة في حياته يبشر برحمة الله وبرضوان الله سبحانه وتعالى. قال ربنا في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم.
هؤلاء الذين بشروا برحمة الله وبشروا برضوان الله سبحانه وتعالى يحبون لقاء الله فيحب الله لقاءهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة قبر العبد المؤمن، ده العبد المؤمن في قبره، يعني وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله. في حديث طويل يعني نأخذ منه هذه الجزئية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي العبد المؤمن، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسره، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وهكذا أحبب رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إما أن يعمل لنفسه ويعلم أن الآخرة هي مقره وأنها هي الحياة الحقيقية، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: أن الآخرة هي الحياة وأن لو كانوا يعلمون، مع عدم نسيانه الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الموازنة بين أمور الدين وأمور الدنيا مع تقدمة أمور الآخرة، وهذا وارد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. فينبغي على الإنسان دائما أن يعرف هذا المصير الذي سيصير إليه، وفي نفس الوقت يستعد له. قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في الدنيا دائما على طاعته، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.